سيادة السفير، أهم الاستثمارات اللي ممكن تشارك فيها صربيا داخل مصر واللي يتميز دولة صربيا إيه وممكن مصر تستفيد منها بقى؟ حضرتك في مجال التكنولوجيا، مجال صناعة السيارات، مجال الطاقة، مجال الصناعات العسكرية، صربيا دولة يعني تعد دولة صناعية ولديها تاريخ طويل في هذه الصناعات، كما أن الشركات الصربية شركات عالمية المستوى وعلى أتم استعداد أن هي تشارك في تنفيذ المشاريع القومية الكبرى. أعتقد أنه السيد الرئيس ما تحدث اليوم عن الاستثمارات، الحديث كان عن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، أي ليس فقط استثمارات صربية مصرية، ده حقيقي مصري، وانما استثمارات مصريه او استثمارات مشتركه، استثمارات مصريه في صربيا او استثمارات مصريه صربيه بين شركات القطاع الخاص في الجانبين في مناطق اخرى من 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 العالم. هل من الممكن يكون في تعاون عسكري وامني بعد هذه الزياره؟ هو قبل هذه الزياره حتى التعاون العسكري بين مصر وصربيا او بين مصر ويوغوسلافيا يعود إلى الماضي البعيد، وأعتقد أنه أي نعم إنما في الشراكة الاتفاق الشراكة الاستراتيجية ده بيشمل التعاون في المجال العسكري والمجال الأمني. هل كان في شهد هذه العلاقة بين البلدين سيادة السفير أي توتر في الفترة السابقة في 35 عام دول خلال تولي الرئيس مبارك وما بعده؟ هل كان في توتر في العلاقات ما بين مصر وصربيا بالرغم من موقف مصر اللي كان داعم في وقت الحرب اليوغوسلافية؟ لا حضرتك، مصر خلال الحرب اليوغوسلافية كانت على الحياد، على الحياد، وتولت موقف محايد، يعني لم تنحاز إلى طرف كما فعلت دول أخرى انحازت لأطراف. مصر تقديرا لعلاقتها مع كل مكونات وكل جمهوريات يوغوسلافيا سابقا لم تنحاز لاي طرف، بل دعت الى وقف الاقتتال، وقف الحرب، والتوصل الى سلام بين كل هذه المكونات احتراما لرغبه هذه الجمهوريات في الاستقلال. حضرتك يعني فمصر يعني احنا لسبب او لاخر مصر ابتعدت عن منطقة البلقان، ربما بسبب الانشغال في تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، ربما انشغال في الحرب تحرير الكويت، لكن هذا وراءنا اليوم، وزيارة السيد الرئيس لصربيا بتفتح صفحة جديدة كلية في مسار العلاقات، وتوجت هذه الزيارة أما بالتوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. بالكلام عن موقف مصر من القضايا العامة، وسيد رئيس كان النهاردة تصريح حامية سيادة السفير بيقول فيه موقفنا من النزاع الروسي الأوكراني يقوم على الحل السلمي، وأول مرة سيد الرئيس يعلق بتصريح مباشر عن هذه القضية أننا ننتظر حل السلمي. حضرتك يعني السياسة، يعني الموقف المصري من الحرب في أوكرانيا منذ اليوم الأول، منذ 24 فبراير الماضي، كان دائما يدعو إلى وقف إطلاق النار وإلى الاتفاق، إلى التوصل إلى اتفاق عبر مفاوضات متكافئة بين الطرفين الروسي والأوكراني، التوصل إلى اتفاق سلام. السيد الرئيس اليوم أعاد التأكيد على هذا الموقف المصري، وإعادة التأكيد من جانب السيد الرئيس على هذا الموقف كانت مطلوبة، لأنه في سوء فهم للموقف المصري. في بعض الناس بتقول إن هو موالي لروسيا، ناس أخرى تقول إن هو يعني لا يقف مع الغرب في تأييد أوكرانيا، لكن مصر لعلاقتها مع كل من أوكرانيا وروسيا تريد أن يتوقف القتال في أوكرانيا، لأن مصر تدرك أن هذه الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وسوف يأتي اليوم الذي سيجلس فيه الطرفان من أجل التوصل لاتفاق سلام.
ومصر تدعو أن يكون وبتأمل هذا سريعا أن يكون هذا اليوم اليوم قبل غد.